على غرار موقع ويكيليكس في الوثائق السياسية، يقوم موقع فوتبول ليكس بنشر وثائق مسربة تفضح أسرار عالم كرة القدم المتعلقة بالتهرب من الضرائب والعقود. الوثائق تطال أسماء أبرز نجوم الساحرة المستديرة. تتضمن الوثائق المسربة والتي هي نتاج 7 أشهر من التحقيقات قادتها منابر إعلامية مرموقة بالتعاون مع منظمة شبكة التحقيقات الأوروبية الصحفية، قضايا تهرب ضريبي ذكرت بالاسم والتفاصيل الدقيقة. البداية كانت مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، إذ بناءً على التحقيقات التي قام بها 12 منبراً إعلامياً و60 صحفياً، فإن الدون قام باستغلال بعض الشركات الوهمية في جزر الكاريبي للتهرب من دفع الضرائب عن مبلغ يقارب 150 مليون. كذلك تتهم التسريبات الصحفية التي حصل عليها فوتبول ليكس وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديش بكونه وراء صنع نظام فعال للتهرب الضريبي يقوم بربط حسابات الأسماء الكبيرة في الكرة مع شبكة حسابات خارجية تتوزع عبر عدد من الملاذات الضريبية. من جهته كشف موقع ميديا بارت الفرنسي اليوم عن بنود مفاجئة في عقود العديد من النجوم الجدد، إذ إن النجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة الإسباني يحصل على مبلغ 46,530 يورو في حال توقيعه ل600 معجب في العام. تتركز الأزمة بين لاعبي الدوري الإسباني بشكل أكثر من الدول الأخرى، وهو ما يعود على نظام حساب الضرائب والذي يعاني منه اللاعبون كلما تحسنت عقودهم أو نجحوا في الحصول على عقود إعلانية أكبر. ويحاول اللاعبون التهرب من الضرائب بشكل جزئي من أجل الظفر بملايين تحصل عليها وزارة المالية سنوياً، وفي كثير من الأحيان ينجح بعضهم في الابتعاد عن أعين المسؤولين من الضرائب عن طريق دفع الجزء الأكبر من المستحقات بشكل يصعب عملية كشف وقائع التهرب. وطالب الادعاء العام في إسبانيا نوفمبر 2016 بتوقيع عقوبة الحبس ل10 سنوات وتغريم المهاجم الكاميروني سامويل إيتو 18 مليون يورو 19 مليون دولار بعد اتهامه له بارتكاب جرائم احتيال ضريبي خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2009. يبدو أن نجوم الكرة يرون في قانون الضرائب الإسباني ظلماً يدفعهم للتحايل من أجل توفير 4 ملايين سنوياً، خاصة مع أنه تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يحصلون على أكثر من 300,000 يورو سنوياً، وهو كثير في منافسات الليغا. وتفرض وزارة المالية على الطبقة الأعلى في ضريبة الدخل بالنسبة للأفراد في عام 2016 دفع حوالي 45% من صافي الراتب الذي يتقاضاه من المؤسسة التي يعمل فيها، وفي هذه الحالة يكون النادي الذي يمثله اللاعب. ولكن على الجانب الآخر يتم فرض ضرائب بقيمة 28% على الأموال التي يحصل عليها من خدمات لشركات والتي تتمثل في عقود الرعاية والإعلانات وما شابه، وهو ما يدفعهم في التعامل مع شركات لإدارة عقودهم الإعلانية. وتكمن الأزمة في النهاية في الفارق بين قيمة كل ضريبة، حيث يحاول الكثير من اللاعبين التلاعب بمعلومات بيانهم الضريبي ووضع قيم أكبر في خانات العقود الإعلانية وتقليلها في الراتب الأساسي، وبالتالي تقل معها قيمة الضرائب التي يدفعونها، وهو ما تقوم به عنهم الشركات التي في أغلب الأحيان تكون مملوكة لهم، كما هو الحال مع البرازيلي نيمار ووالده. بالنهاية، هل سينجو رونالدو كما نجا ميسي؟ كما هناك إشارات غير مؤكدة على تورط إدارة النادي الملكي ريال مدريد بقضية التهرب الضريبي لرونالدو لرفع سعر انتقاله في سوق كرة القدم وبيعه إلى ناد آخر بمبلغ خيالي، وبذلك تبقى كل الاحتمالات مفتوحة.